ينضم إلينا عبد القادر عبد الحليم الصحفي المختص في الشؤون الإسرائيلية. مرحبا بك سيد عبد القادر. والجيش الإسرائيلي الذي أعلن عن ساعات من الهدوء في يعني في محور صلاح الدين من معبر كرم أبو سالم إلى الشمال قليلا لساعات فقط، هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي بصورة تكتيكية، وبعد ذلك تبين بأنها إنما لذر الرماد في عيون المنظمات الدولية ومن أجل الشرعية الدولية كما قال عدد من المسؤولين الإسرائيليين. لماذا أثار ذلك غضب بن غفير وسموتريتش ونتنياهو إلى هذا الحد؟ يعني هذا لم ينشأ من فراغ في البداية، نحن أمام مشهد متراكم من حالة عدم الثقة بين المستوى السياسي والمستوى العسكري، بدأت منذ أيام على أقل تقدير، منذ أيام مع بدء بعض التسريبات التي تتحدث عن إمكانية أن يعطي الجيش نصيحة بإنهاء الحرب للمستوى السياسي، وأنه لا يمانع ذلك، بمعنى أن كل العمليات العسكرية الممكنة في قطاع غزة قد تمت، وبالتالي بات بالإمكان الذهاب إلى صفقة، ولم يعد هناك ما يبرر استمرار الحرب. وبالتالي من هذه التسريبات بدأ هذا التصدع الذي اليوم ومع هذه الأنباء وصل إلى ذروته. نستطيع أن نقول إن حالة عدم التوافق بين المستوى السياسي والمستوى العسكري في اتساع، وبالتالي الدليل على ذلك أيضا هو الخطاب خلف الكواليس من بنيامين نتنياهو من رئيس الوزراء الإسرائيلي. يعني حين تنقل القناة 13 على لسان نتنياهو قوله إن إسرائيل دولة لديها جيش وليس جيش لديه دولة، أنا أعترض طبعا على هذا، لا أتفق أبدا مع هذا التعريف الذي طرحه نتنياهو، لأن طبيعة المجتمع الإسرائيلي هو مجتمع مجيش ومعسكر بكامل كياناته تقريبا. ولكن فعليا حتى لو أخذنا تصريح نتنياهو على أنه صحيح، بالتالي هذا التصريح بما أنه جاء في الكواليس وليس علنيا وبعيد عن كل البعد عن الدبلوماسية، فهو دليل على أن الجيش الإسرائيلي يتدخل في بعض القرارات ويحاول فرض بعض الإملاءات على المستوى السياسي، وربما يحاول إثارة نقاط أو تقديم مقترحات يعرف الجيش جيدا أنها لن تلقي إعجابا كبيرا من بعض الأطراف في الحكومة الإسرائيلية التي يحاول نتنياهو جاهدا الحفاظ على تماسكها، وتحديدا نتحدث عن أطراف كبن غفير وسموتريتش وحتى نتنياهو نفسه، يعني هو ليس ببعيد عن ما يريده هؤلاء الأطراف. فبالتالي حالة من التصدع مستمرة وتتزايد بغض النظر عن البيانات التبريرية وكل الحديث عن أن هذه الخطوة كانت تستهدف فقط المنظمات الدولية والحماية لجنود القانون الدولي. من الواضح أن هناك تصدع ما حاصل بين المستويين، وهذا التصدع يعني هو يزداد من يوم إلى آخر ويكون أوضح من خلال التسريبات الإعلامية وحتى من خلال أحاديث لبعض يعني القادة في الجيش الإسرائيلي وبعض الضباط في الاحتياط وما إلى ذلك. هناك حالة عسكرية غير مفهومة غير واضحة، أهداف معلنة للحرب لا يتم